المدارس. هسه خلينا نشوفو ليش يبون يتناولون زي ولا شرب ويسخن. ليش؟ ما تعرفون ليش؟ لازم انتم تتخذون الاجراءات الوقائيه. شلون هاي الاجراءات الوقائيه؟ لانه هو الطفل ما خلينا ينطق. اي علاج؟ اعطيهم علاج اللي هو السوائل الداخلية، ما خلوهم ياكلوا من المدرسة. احنا كيف قلناهم؟ تغذية، فانتم بس اعطوا هسه اكتمال فايروس، بس هاي المواقف راح متداولة. في الدراسة والبحث. بس كل المناطق صاير فايروس، والمدارس، كل مكان. خاصة الأمور الأخيرة تاخذ الإجراءات جودة دائما السوائل الداخلية، أكل من برا ما أجيب، وشو المرحلة؟ مو بس حل الحكية شوربة، شهوات،